اعتصموا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس ان ترجعوا لفهم السلف الصالح. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الرد على من يقول إن أنواع التوحيد الثلاثة لم يرد بها نص صريح؟ هذا ما يعرف النص أصلا، ما يعرف النص علشان يقول ما ورد. أول الفاتحة يأتي فيها الأنواع الثلاثة، أول الفاتحة، ما هو بقدر الفاتحة. سورة الناس آخر سورة من القرآن فيها أنواع التوحيد الثلاثة، ما يقرأ سورة الناس؟ الله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. رب العالمين هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية. إياك نعبد هذا توحيد الألوهية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. آخر سورة من القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوف، رب الناس هذا توحيد الربوبية، ملك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات، إله الناس هذا توحيد الألوهية. الآيات التي تحدثت عن أفعال الله جل وعلا هذه توحيد الربوبية. الآيات التي تحدثت عن أفعال الله هذه توحيد الربوبية. الآيات التي تحدثت عن العبادة هذه توحيد الألوهية. الآيات التي تحدثت عن الأسماء والصفات هذه توحيد الأسماء والصفات. فأين هذا اللي يقول إنه ما في دليل؟ هو يعرف الدليل علشان يتكلم، نعم، لكنه ينعق بما لا يعقل، بما لا يعقل. يسمع اللي يقولون إنه يكفي توحيد الربوبية، فيه جماعة كثيرون يقولون يكفي توحيد الربوبية ولا يعترفون بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، فهو ينعق بقولهم، درى أو لم يدري. نعم.